يقول السائل: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، وأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. السؤال: هل هؤلاء موجودون اليوم؟ نعم، الحديث هذا في صحيح البخاري وغيره، أنه يكون دعاة ضلال، يكون هناك دعاة ضلال من أجل الابتلاء والامتحان، وهم من جنسنا، من هم منا، من قبائلنا ومن بلداننا، وقد يكونون من أقاربنا أيضا، دعاة ضلال يدعون الناس إلى الضلال، إلى البدع، إلى الشرك، إلى عبادة القبور من دون الله عز وجل، وما أكثرهم، كثيرون في هذا الزمان يدعون الناس إلى استحلال الحرام، استباحة المحرمات باسم التوسع وباسم المسايرة للدول وإلى غير ذلك، وأن تحريم المحرمات أنه تحجر وتضييق على الناس، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله لأجل مسايرة العالم. هذول موجودين الآن بكثرة، وبوسائل الإعلام خاصة، وبالفضائيات كثيرون يدعون إلى الضلال ويزينون للناس الشرك والبدع والمحدثات، هذا كثير موجود. نعم.